فكان بالنمروسات المفروض اللي حضر الدفوار اف بارتيدو اف دو اكس كانت موا اكس سي اكس ستريكتمون نيجاتيف ان دومي اكس سي اكس كبيران ايجار ازيرو. اهم شيء تكون تعلمته كيف تقروا فونكسيون بكل انترفال. يعني هون الفونكسيون هي عندها دو اكسبرسيون، عندها دو بوسيبيليتي، ممكن تكون موا اكس ممكن تكون ان دومي اكس. انا علي اعرف من وراء الليميت اي وحده منهم بدي اختار، هذه اهم شيء. هون بختار لما الاكس اقر فيها على انترفال، الأولى معرف بالانترفال شو يعني نيجاتيف؟ يعني وانا فيني زيرو. يعني بمعنى ثاني لوس بي اكس تون فير فوا اسي زيرو موا او زيرو بلس. هون زيرو موا. اذا الاكس نيجاتيف لوس بي اكس تون فير زيرو موا. يعني هلا بس بتجيب الليميت بعد شوي لوس بي اكس تون فير زيرو موا بنختار هيدا الفونكسيون. اوكي؟ نفس الشيء هون اكس بلو جران او ايجال ا زيرو، ستادير اكس ابارتيان على انترفال 0 فيرمي أو بلس تنفيني. فكرة رو إيجال بس كرمال بس تجيب الـ F to 0 تعرف من تختار. وهون إذا عم جيب الـ X تنظر في X تنظر في 0 0 بلس بس افهموا اللي هون صار كتير سهل شغل الـ continuity. ما عاش في شيء، هي بس الفورمة. طيب السؤال هو اتدي الـ continuity دو F on X 0 إيجال 0. هو كاتب السؤال اتو ديال الكونتينيتي وبكل بارتي محدد اون بوا. هلا اجمالا هي بتكون هيدا الفاليور اللي هون، يعني هيدا الطرف اللي بيكون مكرر مرتين. يعني هون انا وانا فيني زيرو انتهيت بالزيرو وهون بلشت بالزيرو، فهيدا الفاليور عاده بدي اشوف اذا هو كونتينيتي، يعني بدي اشوف مطرح ما وقفت اذا قدرت كفي بنفس الفاليور ولا لا. فهمت كيف؟ كرمال هيك بيسالني عن كونتينيتي. طيب هلا نجيب اول شيء الليميت دو اف دو اكس اوف اكس تون فير 0 بلس. اهم شيء هون انتوا عم تجيب الليميت، مش انه طلع بالسيستم بختار اللي انا بدي اياها او بختار الاولى مثلا، ما هيك بيجي على بالي الاولى معين لإلك. بدك تختار الصحيحه فيهم، يعني لما الاكس تون فير 0 بلس بدك تفهم انه هون المقصود لوس بي اكس بلي جران كو 0. فبدنا نختار الاكسبرسيون دو اف اللي هي معرفه لوس بي اكس بوزيتيف. لوس بي اكس بوزيتيف يعني هون يعني الاف بتكون مين؟ عند الميكس. فهمتوا؟ ما فيك تختار اللي انت بدك اياها، مش انه والله بحط ليميت للي بدي اياها انا. اذا حطيت هون ليميت دو موان اكس بتاخذ زيرو، ما بتاخذ عليه. لانه هي الفكره انك تعرف تختار اي فونكسيون منهم بدك اياها. فهون بدك تكون فهمان انت شو يعني اكس تنظر ا بلس وشو يعني اكس تنظر ا موان. اوكي؟ وهذا الموضوع حكينا عنه كثير. طيب، لكن بنختار ليميت لهيدا فونكسيون لانه هون الاكس عندي اياها بوزيتيف. بعوض هلا محل اكس 0 عادي بتطلع عندي مي 0 ايجال 0. لكن بريمير ليميت طلعت معي 0. هلا دوزيام ليميت، ليميت دو اف دو اكس لوس بي اكس تون فير 0 موان. مثلا 0 موان سيتادير لوس بي اكس بلو بيتي كو 0. الور اون برون كل اف دو اكس فيهم لوس بي اكس نيجاتيف نختار مين يعني؟ نمو اكس. اكس. بتحطه عادي محل اكس 0 بتطلع موان 0 يعني 0. لكم شغله هلا حتشوفوا بعد شوي بالكور بس نكفي بالسيستم هون انه هول الاثنين في عالم بتفكر انه اذا هول ايجو خلص يعني صارت كونتينيو. لا، يمكن تكون الاف تو زيرو ما بتساوي ولا وحده منهم. فهمتوا كيف؟ انتبهوا لهالشغله هلا بعدين حنفهم هالقصص كيف. اوكي، فهون لازم تجيبوا بعد الاف تو زيرو، اجباري تجيبوها. هلا هون مسائله بالاو ايجال رح تكون الاف تو زيرو وحده منهم، يعني هذا اللي حليناه امبارح نحن. وهلا الاكزامبلات هيك موجودين، بس هلا حتشوفوا بالاكزامبل اللي حنحلهم انه اذا كانت الزيرو مفصوله عنهم بالسيستم ممكن يطلع شيء ثاني فالور ثاني. اوكي، بس هون عم بتسائب عم يطلع وحده منهم على الاكيد لانه هي او ايجال، يعني يا رح تكون بالبروبرتي يا رح تكون بالبيدرون. فهمتوا كيف؟ فهون انا لما بدي اجيب الاف دي زيرو بدنا نعمل سبستيتيون للزيرو بمين؟ بدك تفرجيني انت انك عملت لها سبستيتيون بالثاني مش بالاولى. يعني ممنوع تحط لي هون اوان اف دي 0 ايجال 0 حتى لو انت بتعرفها. فهمتوا؟ لانه بدي اعرف انا اي فونكسيون اخترت. بدك تفرجيني عليها لهيدي اندو ميت فور 0. بدك تفرجيني عليها. انا بفهم انه في تلاميذ بيقول لي استاذ مونتالمون سهله هيدي انه مبينه اندو ميت فور 0 ايجال 0 حط اوان 0. انا شو عرفني انت شو فكرت؟ بلكي انت عوضتها فوق ما عوضتها تحت. فهمتوا كيف؟ فبدك تفرجيني على اف دي 0 اي اكسبرسيون اخذت. هذا موضوع كثير مهم انتبهوا. ماشي؟ بدك تفرجيني انه طب استاذ لما الاكس حطوا لي ايجال
بختار قال انا يعني عم بختار هاي. ايه استاذ، نعم اسال سؤال. اه خلاص مش الحال، هلا قلت عرفت. اوكي، انا هون حسب السيستم اللي عندي اياه، الجرون ايجال عم بختار هاي، ما بختار اللي انا اوكي بدي اياها مثل ما انا بدي. فهمتوا كيف؟ هون بدي افهم انه اكس ستريكتومون نيجاتيف، يعني السي اون ما بي با تروفي اف دي زيرو بهذا الوقت. اوكي؟ اوكي فهلا هون بحطها هون بقيمتها عندي 100 فا زيرو ايجال زيرو. هلا بما انه صار اوكي يعني بقول لي الليميت على الزيرو بلس ايجال الليميت على الزيرو موا ايجال اف دي زيرو، دونك اف ايكوا كونتينيو اون سيرفر. كومبري؟ كومبري. اللي بعدها بارتي 3، كمان بارتي 3 بنفس المنطق بس حتطلع عادي مش كونتينيو. اف دي اكس كمان ايجال اكس او كاري سي اكس في بتي كي 1 موا اكس او كاري بلس 1 سي اكس في جران كي 1. واضح هون بيسالني كونتينيوتي اون كال فالور اون 1، الاولى معرفه بالانترفال موان انفيني اه، والثاني معرف بالانترفال مين اه فيرمي. يعني هلا بعد شوي بس بدي اجيب الليميت على الان بلس وعلى الان موا، صرت بعرف هلا انا اي وحده منهم بدي اياها صح. طيب بس قبل بدي اسال سؤال هيك ما خصه بالكونتينيوتي، لانه يعني بكره هولي فيني اسال ايش كثير انا بالسؤال غير الكونتينيوتي، بس نحن هلا لانه عم نشرح الكونتينيوتي ما عم يسالني هو الا عن الكونتينيوتي. افترضوا انا هلا سالت سؤال هذا خارج هذا الكونتينيوتي بس بنفس السيستم، اذا قلت لك كالكولي ليميت مثلا دو اف دي اكس لورس بي اكس تون فير موان انفيني، عم نجيب عادي ليميت دو فونكسيون. طيب انت هون عارف عم بدك تختار الفونكسيون صح؟ هي اول شيء. اي فونكسيون تختار فيه هون وليش؟ مو اكس كاري مو اكس كاري. يعني اللي تحت؟ لا لا اللي فوق اللي فوق. اوكي ليش اللي فوق؟ لانه اكس كار بلو بوتي كو ان، يعني هي ايوه ولا فيني اه. برافو. اوكي حارجع عيد نختار اللي فوق اجباري. ليه؟ لانه هون بدي ادور بالانترفال وين في اكس تنفر موان انفيني. اكس تنفر موان انفيني يعني بدها تكون هون مثلا تحت اكس في جرون كو ان، يعني الفالوريت هن بس من الان لبلس انفيني، ما فيني اختار اللي على بلس انفيني. وين موجود موان انفيني؟ هون الموا، معناتها بدي اختار هون. فهمتوا كيف؟ يعني هون ساعتها بدي اختار اللي لمين؟ ايه مضبوط. ايه بعوض عادي بحط موان انفيني او قريب بتصير مثلا بلس انفيني. بينما اذا بدي اجيب الليميت لورس كي اكس تون فير بلس انفيني بدي اختار مين هلا اي فونكسيون فيه هون؟ ثانية لانه فيها بلس انفيني. برافو. مو اكس او كاري بلس اه بتعوضوا عادي هلا اخر شيء مش مشكلة عم تحسبوها بتطلع مو بلس انفيني او كاري بتطلع اخر شيء مو. فهمتوا كيف؟ الفكرة هلا مش فارقة معي الجواب، انا الفكرة بهمني تعرفوا انه اذا قلت لك جيب لي ليميت على طرف من الاطراف الانفيني تعرف تختار اي وحدة منهم وليش. اوكي طيب نرجع للسؤال. هون لكان كان سؤالنا اتدي لا كونتينيتي دو اف اون اكس 0 ايجال اون، مثل العادي الفو تروفي ليميت على ان بلس ليميت على ان موان اي اف اون. طيب ليميت لورس كي اكس كونفير ان بلس ايجال ليميت دو كال فونكسيون، اهم شيء تعرف تختار. هون بدك تفهم انه اكس كونفير ان بلس سيتادير اكس بلي جران كو ان، اكس بلي جران كو ان الور اون برون كوا لا دوزيام اكسبرسيون، هيدي معرفه لما الاكس اكبر من هون. عم نفهم؟ طب نختار مين هون؟ مو اكس او كاري بلس. في حدا ما فهم ليش اخذنا مو اكس او كاري بلس ها؟ لا لا لان في ايجال حطوا ما خصش الايجال لانه هي الان بلس اكس تنفر ان بلس يعني اكس بلو جران كو ان، ما له علاقه الايجال هلا. اوكي؟ الايجال اخر شيء بس بدنا نجيب الاف دي ان، ما له علاقه. ايه قصدي عن هاي. ايه لو سكي اكس تون فير ان بلس انا عم دور على السيستم فونتيس كو اكس بلي جران كو ان، بطلع نظريا اكس بلي جران كو ان سي، يعني بناخذ هذا الفونكسيون. اوكي طيب نحط محل اكس ان بتصير موا ل ان او كاري بلس ان بتطلع اخر شيء زيرو، هيدا الليميت الاولى. بينما اذا رح تجيبوا هلا الليميت لورسكو اكس تون فير ان موا سيتادير لورسكو اكس انفيريور ان، يعني ليكو شو يعني اكس تنفر ان وان؟ بدناش نعيده هون، يعني اكس عم بتقرب كثير على الان بس بتضل اصغر منه. يعني حتى هون لما بحط انا بلوتوتي مش انه نعتبرها زيرو مثلا او موا ان،
بالبتيت بي اي يعني مقصود فيها 0.999 مثلا، يعني رقم كثير قريب للان بس اصغر منه، فهمتوا؟ فانا الاكس بالبتيت بي اي هي هذا، يعني بناخذ مين هلا الاكس وكاري اكس وكاري نجيب للاكس وكاري بنحطه محل اكس ان هون، بس تعوضوا ما تشغلوا بالكم بالان موان والان بلس، يعني مش بكره حدا يحط لي ان موان وكاري ويفكرها بلس، خلص ان وكاري اللي هي شو هون اللي هي آه. طيب هون انا على فكره كان فيني ما اجيبها لثالث نقطه لانه طلعوا هول ديفيرون ولا لا؟ بلا بس هلا بدي تطلع وحده ايجار تبين، بس عاده بنجيبها بس لنحدد اذا هي كونتوني اوردر وات او كونتوني الوج، فهمتوا كيف؟ بس هيك يعني مثل ما بقولوا هيك فضول يعني مش اكثر. فهون الاف دي ان لانه هو مش سالني كمان هون عن كونتوني اوردر وات، الاف دي ان اذا بتحسبوها بنحط الاكس بقيمتها وين؟ بدك تفرجيني هون وين حطيتها، يعني ممنوع برجع بقول لكم ممنوع بكره تلميذ هي يحسبها بسرعه اللي هي ايجار زيرو، بدي افهم انا وين عوضتها عندك. الاف دي ان بحق لي عوضها انا بالاولى او بالثانيه؟ هون بالسيستم بالثانيه بالثانيه، لانه بالثانيه الاكس فيها تكون او ايجار، فهمتوا؟ فهون بتحطوها بالثانيه عم بتصير مو ا او كاري اللي هي هاي زيتها بلس ان رح تطلع زيرو، طلعوا هول ايجو بس ما بيساوي الان بما انه الليميت à droite différent de limite à gauche معناتها f n'est pas quoi n'est pas à فكره ما بعرف اذا قلت لكم هذا لا بس ما كتبتها يمكن n'est pas contenu يعني discontinu يعني اذا مره شفتوا هذا المصطلح بالامتحان او بالكتب discontinu يعني n'est pas contenu كنت تعرفوه اصلا هيك قصه ديس يعني موجوده عاده باللغه ماشي ف discontinu معناتها pas contenu اتفقنا هيدا لكان بالنسبه للكونتينيتي بس هي اذا بدكم زياده بما انه الليميت على الان بلس ايجال اف دي ان فينا نعتبرها هيدي كونتيني ادروات ادروات نبقى على الوش اوكي نعم ننزل للبارتي 4 اللي هي كثير بتشبه كمان الفرار ابسولي اللي حلينا امبارح نفس الشيء طيب اخذنا الاف دي اكس ايجال فرار ابسولي دو اكس المعتبر هون ما في داعي يكون عندنا سيستم، حتشوفها لكيف بيكون الشغل. كونتينيوتي اون اكس 0 ايجال 1، يعني هون ما عندي انترفال 3 في سنتين ما بدي. الا بدك انا تفهم لحالي هلا اذا بدي اجيب الليميت على 3 بلس على 3 بلس كل شيء على الا بلس هذا الموضوع خلص زهقنا ناخذ منه الفالور ابسولي بيطلع هو ذاته. نعم. اوكي؟ يعني بس تكون عم جيب اكس كونفير 3 بلس معناتها الاكس اكبر من 3 يعني الاكس مون 3 بوزيتيف. فهيدي بتصير فالور ابسولوت هي ذاتها اكس مون تروا بتعوضوا محل اكس تروا ساعتها تروا مون تروا اي تاز بينما اذا عم نجيب الليميت لورس اكس كونفير تروا موان سيتا دي لورس اكس انفيرير ا تروا بيطلع الاوبوزي لهيدا يعني هو المفروض يطلع هيك موان فاكتور انتوا هيك معودين اذا بدكم خلوه هيك هلا انا يمكن تسرعت هون عملت له ديفلوبمون بسرعه فهمتوا كيف بس اذا بدك فيك تخليه موان فاكتور اكس مون تروا احلى كرمال بعدين اذا في تراكسيون تعرف تعمل سنتريفاسيون احلى ماشي فهون بتحط محل اكس تروا حتى لو حطيته هون تروا مو تروا جوا شو بيطلع؟ زيرو مضروب بموا بضربه زيرو واف دي تروا هون ما بقعد بتلخبط وين بدي احطها ما هي ما في الاكسبرسيون وحده هون بتحطوها عادي بالفالور ابسوليت بتنحسب عادي يعني بتصير فالور ابسوليت تروا مو تروا فالور ابسوليت زيرو هي زيرو ما في شيء الفالور ابسوليت الارقام في نحسبهم يعني اذا في جوا نمبر مش انكونو نمبر معروف في نحسب الفالور ابسوليت طبعا اذا كان بوزيتيف بضل هو ذاته اذا كان نيجاتيف بصير اوبوزي له واذا كان زيرو بضل زيرو فهمتوا؟ بما انه كلهم ايجو يعني صارت الاف شو هون؟ اوكي استاذ وضح هذا النمرو؟ نعم استاذ هنروح هلا ل بارتي الثانية صح شوي نشوف مين موجود هون طيب اللي بقول اسمه بليز يقول لي يقول لي شيء يعني يقول لي اوكي او حاضر او شيء عليا عليا اوكي امين ايه استاذ انا هون نعم استاذ هبة هبة طيب روان
اوكي وسيم ايه استاذ انا معك بس كان معلي عند المايك استاذ اوكي لالا ايه استاذ اوكي صح يا انت اوكي نرجع هلا هون للكود اللي كنا عم نشتغله امبارح وهي بعثت لكم اياها صارت موجوده عندكم ما راح ابعثها اليوم مره ثانيه كان في بعض البارتيكات والبارتيسين هلا يمكن يكون في حدا منكم اطلع عليهم هول وفي ناس بيكونوا فاهمون وفي ناس يمكن عندهم اسئله مش مشكله بكل الاحوال نحن هلا حنشرح فيهم فكره جديده هول البارتيكات والبارتيسين خاصه البارتيسين بعد شوي طيب وكثير مهم البارتيسين على فكره يعني انا بطرح منهم بس خلينا هلا اوكي بالنسبه للبارتيكات شو اللي فرق عن هوليك البارتيات كل اللي حليتوهم بالسيستم انه زاد هون سطر ليش شو اجى عمل عطاكم هيدا الاكسبرسيون CX strictement négatif. يعني هون CX appartient à l'intervalle moins l'infini 0 ouvert. OK? هون عطاكم هيدا الاكسبرسيون الفراكسيون يعني CX 0 plus l'infini strictement positif يعني 0 plus l'infini ouvert. هون إذا بيجي تطلع بهيدا لهلا الزيرو ما فيني اخذها لا هون ولا هون لانه ما عرف لي ما حطلب وحده منهم او الى انتبهتوا؟ معناته حطهم شو؟ ستريب كمان طيب هو مجبور يعطيني او الى لانه انا هلا بعد شوي بدي اجيب اف دي زيرو صح؟ بتبرهن الكونتينيوتي بدنا نجيب الاف للفالور طيب نحن عاده شو كنا نعمل؟ كنا نطلع مين وحده مين اي وحده منهم حطيتها او الى لاختار الزيرو مزبوط؟ هون لا عطاني الاولى ولا عطاني الثانيه، اثنيناتهم عطاني اياهم شو هول؟ عطاني اياهم بلو جرانج بلو بدي ستريكت هو ميزها ستريكتومون يعني اوكي معناتها الزيرو انا هو عطاني اياها لحالها انا بجيبها لحالها اف دي زيرو اوكي؟ الاف دي زيرو هو معطيني اياها، هيك قدرت تساوي؟ زيرو او موان دو كيف زيرو؟ موان دو موان دو موان دو اف دي اكس ايجال كومبيان سي موان دو يعني هي هو عطاني اياها هونين يعني هلا بعد شوي بس بدكم تجيبوا الاف دي زيرو مش تجوا تعوضوها هون او هون غلط ممنوع هي لا بحق لها هي اعطينا اياها مش لانه بس معطيني اياها لانه انا ما بحق لي لا اعوضها هون ولا اعوضها هون لانه هون الاكس ستريكتمون نيجاتيف وهون الاكس ستريكتمون هو بوزيتيف هو مجبور يعطيني اياها بيجي حدا بيقول لي طيب يا استاذ بلكي اعطاني اياهم ستريكتمون ما اعطاني ثالث وحده مستحيل ما في ايه كنت لازم يعطيك اياها ايجار يعني لازم الايجار تبين بمحل فهمتوا؟ وهون سائب هلا عليك حطها هي بدون اكس هلا طبعا لو فيها اكسبرسيون فيها اكس كنت عوضت عادي فيها بس هون سائب هي كونستانت هي موان دو اخذناها مثل ما هي فهيدي هلا مثل ما شفتوا ما لها تبرير هي دونيل يعني هي موجوده على السيستم اف دي زيرو كومبري؟ لها تبرير بس شوفوا هون شو الحلو شو فيني اشتغل بالليميتات مثلا كومبري يعني مثلا هون اذا بدي اجيب الليميت على الموان انفيني انا عم جيب الليميت لفونكسيون بوليوم يعني بياخذ الكبير مثلا انا بعوض صح اذا عم جيب الليميت على الكويست انفيني بياخذ الليميت لهذا الفراكسيون بياخذ ساعتها الكبير على الكبير وبشتغل هون مثلا بيطلع عندي اسمبتوت اوريزونتال فهمتوا كيف يعني في قصص فيني ادخلهم كلهم بسؤال واحد عم يصير هون اذا قلت لك كالكولي ليميت دو اف دي اكس اوف اكس مع الكويست انفيني مثلا انت عم جيب الليميت لهيدا الليميت لهيدا رح يطلع معكم على فكره الرواد مين يعني طلع نومر معناتها يعني إجري إيجار ترواد مي أسمتوت أوريزونتال عم تفهم كيف بكرة بروبلم واحد أنا فيني أدخل كده أوكي بكرة حاعطيكم هيك أسئلة ما تعتبروا يعني قبل ما تفوت بالدريفي بدي أعطيكم هيك سؤال من النوم ما في مشكلة مع إنه بالدريفي حنرجع نشوفه النهار ماشي بس هيك حبيت لكم إنه فينا نغني السؤال يعني فينا نغني للسؤال أكثر ما هو بس إنه كونتينيتي فيني أسأل ليميتات فيني أسأل أسمتوت إتسترا هلا نرجع للسؤال، السؤال هو هون كان اتدي لا كونتينيتي دو اف او بوان دابسيس زيرو. يعني مثل العادي بدنا نجيب الليميت على الزيرو بلس والليميت على الزيرو موان والاف زيرو. الليميت لورس كي اكس طون زيرو بلس خلص تعودنا بنختار بالسيستم لورس كي اكس بوزيتيف بننبش وين اكس بوزيتيف هون. يعني بنفرق. اوكي؟ يعني الليميت للفراكسيون. مش تحط اللي فوق مش انه هون في تلميذ بيختاروا الاهين انه يلا هات لاخذ الاولى. لا 0 بلس تعمل اكس بوزيتيف يعني بتختار الثاني تشبه بتحطه محل اكس 0 0 موان 2 سي 0 بلس 1 بتطلع موان 2
لهلا بتساوي موان 2 يعني لهلا هي اكيد كونتوني اذر وات اوكي هلا الليميت على 0 موان كمان اذا بتحطه محل هيك 0 راح تصير هون 0 موان 0 موان 2 راح تصير شو كمان موان 2 والاف 0 ايجال كومبيان كمان موان 2 صاروا كلهم ايجو يعني صارت شو يعني كونتينيو اسمعوا عمري شو بدي اقول لكم هيدي انا اخترتها موان 2 صح لو فرضنا حطيتها انا مش مهم انا فيني اختار انت بدي طيب انت لهون ليش عم اقول لكم كنت من شوي انتبهوا بدكم تكفوا للاخير هون بيجي تلميذ متسرع بيعتبر انه هيدي طلعت بتساوي هاي يعني الليميت على الزيرو بلس طلعت ايجال مين الليميت على الزيرو ما بيصير يفكر انه هي كونتينيو هل طلعوا هون اثنين بيساوي اف زيرو بهالحاله لو كانت عم بحكي لا لا كانت ما يعني كانت ما راح تكون لا كونتينيو ولا كونتينيو ادروات ولا كونتينيو ابوش هيدي ولا شيء بتكون يعني الفكره انه مش اذا الليميت ادروات ايجال الليميت ابوش هيدا بكفي لتكون هي كونتينيو لازم يكونوا هات اثنين بتساوي الاكثر البلد يعني هون اللي خلاني اتاكد هو هيدا انا هيدا لو مغيرها لو حطيتها شيء غير الموان 2 كان السؤال انتزع كان ما طلعت كونتينيو لا ادروات ولا ابوش ولا كونتينيو مفهوم فهذه القصه انتبهوا لها اوكي اوكي نجي لاخر اكزامبل يلي هو في تغيير فكره بالعكس تقريبا يعني السؤال صار معكوس طيب اكتبهم منيح كيف معرف السؤال عم اقول لكم هون سواف لفونكسيون ديفيني باي اعطيتكم هذا السيستم اللي مؤلف من تروا ايكواسيون كلهم فيهم اكس بس هون على الاطراف هلا في ارقام عم تتغير يعني في موان 2 وفي طيب خلينا اول شيء نتفق على شغله اول اكسبرسيون اعطيت فيها انكوني انا هو يعني ما بنعرف منه هلا هو سؤال حيكون طيب بس قبل خلينا نشوف هيدي وين معرف باي انترفال هيدي موان انفيني موان انفيني موان دو اوفر هيدا الاكسبرسيون اللي تحت اللي هو دو موان تر واز اكس معرف بانترفال وين لوين من الموان دو فيرمي موان دو فيرمي موان دو موان للآن صح؟ أوفر آخر واحد معرف بأي انترفال بلو جرون و إيجال عام يعني فرمي بلس لانفيني كم فالور في عندكم هون كنومبر في السيستم في عندي دو نومبر في عندي موان دو وفي عندي الآن يعني هوني وقفت على موان دو رجعت كملت من الموان دو للآن رجعت وقفت على الان ورجعت كملت من الان لوين لبلس لانفيني بلس لانفيني بلس لانفيني هيدا الدومين تبعها هيدا الدومين تبعها عادي موان انفيني بلس لانفيني موان انفيني بلس لانفيني بس جيت انا قسمتها لكم انترفال لثلاثة انترفال لتروا انترفال هوني ممكن يسألني كونتينيوتي اون موان دو على الاطراف يعني وكمان ممكن يسألني كونتينيوتي اون كوا اون ان صح؟ اذا بده يسألني موان دو موان عم نحكي نحن اول اكسبرسيون مظبوط اذا بده يسالني موان 2 بلس وين في اكس اكبر من موان 2 هيدا لما الاكس اصغر من موان 2 معناتها موان 2 موان لما الاكس هون بالثاني اكبر من موان 2 بتكون موان 2 بلس طيب بالثالثه لما الاكس اكبر من ا يعني شو بتكون ا شو هيدي بلس ا بلس وين هي الان موان الام واحد لمواد مواد اوكي برافو الام واحد هيته هون بالثاني هيدي الثاني فيها رقمين فيها المواد وفيها شو وفيها الان هون الاكس اصغر من ا عم نفهم يعني هون بالسيستم اكس بتفيد بطاقة يعني هيدي الثاني فين استعملها مرتين مره للمواد بلس ومره لمين للام هيدي كرمال بعد شوي بس بتجيب الليمتات عم تفهموا كيف لكن الموان 2 هيتهم x في البتيت كو موان 2 ici et ici ici x في grand كو موان 2 ici صح؟ الان هون ال x اصغر من a وهون ال x اصغر يعني هاي للتين اللي عندكم اياه رح نستعمله هلا مرتين مرة على الموان 2 بلس ومرة وين؟ على a كومبري؟ طيب ندخل السؤال هلا مش اتديها لكونتينيوتي السؤال في عندي انكونيو بالسيستم هني مين ومين؟ A و B السؤال A و B بالكلي A و B pour que F soit contenu en moins 2 et en 1 طيب
خلينا نبلش شوي شوي نشرح شوية لغة. لما بيقول لي كالكولي A إي بي، يعني أنا الحل تبعي بينتهي لما بكون جبت فالور للـ A وفالور للـ B، صح؟ أنا سؤالي هالمرة مش اتدي على كونتينيتي، أنا سؤالي هالمرة مش مونتريك بي أفي كونتينيتي، أنا سؤالي إنه بدي استفيد بوركو هيدي كونديسيون، صح؟ هيدي أداة شرط F و كونتيني أو موان دو موان. يعني هالمرة أنا عندي إنه F و كونتيني، يعني هيدي دوني عندي إياها، مش بدي برهنها، هيدي بدي انطلق منها. هلا أنت شو كنت تعمل عادة؟ كنت تجيبوا الليميت أدروات وأغوش والF وتستنتج إذا هي كونتيني أو لا، صح؟ هون رح تنطلق أنت من إنه هي كونتيني. أنا عندي إياها كونتيني، يعني شوفوا كيف بلش. بس في عندي دو بوان، أول شيء بدي استفيد من إنه هي كونتيني أون كوا موندو. بما انه هي كونتيني او موندو، هيدا مش سؤال، هيدا عندي اياه دوني، هو اعطاني اياها. يعني هو قال لي اف ايكوا اي كونتيني او موندو، معناتها على الاكيد ليميت دو اف دو اكس توس في اكس طون فير موندو بلس ايجال ليميت دو اف دو اكس توس في اكس طون فير موندو موان ايجال اف دو موندو. هاي عندي اياها دوني. شو بجي بعمل هلا؟ بجيب الليميت على الموندو بلس وبجيب الليميت على الموندو موان، بحصل على إيكواسيون فيها A أو B أو اثنين، وبجيب ساعتها الأول. شوفوا كيف بنجيب الليميت من ورا السيستم لوس في X تنفير موان دو بلس. هون بس عليك تعرف تختار أي وحدة منهم. شو يعني X تنفير موان دو بلس؟ يعني لما الX بلو جران كوا قريب للموان دو من بعده، أي إيكواسيون فيهم فيني أخذها X بلو جران كوا موان دو الثاني، اللي هي مين؟ 2 موان 3 X. فهمتوا؟ هلا عادي بتحط محل x موان 2، يعني بتصير 2 موان 3 فا موان 2 بتطلع. هلا هون اذا بدكم، انا ماني بحاجه للاف دو موان 2 صراحه، انا بس بحاجه للايكواسيون واحد. بس اذا بدكم الاف دو موان 2 هي مش ايجال هيدي هون، مش موان 2 بلو بيتي او ايجال على x، كمان هذا اللي عملناه عشان نكسب وقت، هو ذاته اف دو كوا اف دو موان 2. يعني انت هلا جبت اثنين، جبت الليميت على موان 2 بلس وجبت الاف دو موان 2، اتفقنا؟ اوكي. هلا نجيب الليميت على موان 2 موان. الموان 2 موان يعني لما الاكس بلو بيتي كو موان 2. مانتونو اون سبستيتو اكس بقيمتها وين؟ وين الاكس اصغر من موان 2؟ الاولى. اكس بلو 10. هلا بين هون انتبهوا لشغله بتصير غلط مع الترميز. بس بدك تعوض هلا الاكس بقيمتها، تتعوضها بالاكس مش بالا. يعني مش تحطه محل الا موان 2، هون عم نحط محل مين موان 2 نحن؟ محل الاكس. فصارت هي تا ا فاكتور موان 2 بلس 10، يعني موان 2 ا بلس 10، مش الحال. وانا عندي انه هي كونتيني، يعني عندي انا انه الليميت ادر وات، يعني الليميت هيدا اللي طلع معكم قديش ويت واتاتر ايجال الليميت اغوش اللي طلع معي قد ايه؟ موان 2 ا بلس 10. بنروح على سطر بنعمل ريزولت، يعني صار عندي ويت ايجال اكونديا موان 2 ا بلس 10، تعال ريزولت العاديه تطلع اخر شيء يعني دي سمو ام دو ا. فهمتوا؟ خمسة. حتى ولا لا؟ أنا ها عندي يا دوني يا جماعة. أنا عندي يا كونتيني، يعني عندي الليميت على موان دو بلس إيجال الليميت على موان دو موان. لما جبت الليميت لوحدة منهم طلعت فيها إن كونتيني آ، والليميت الثاني طلع نمبر عادي. آم طلع عندي لا. هلا دمام بنروح لوين؟ حط الليميتين أون كوا؟ أون آ. الآن بستعمل أي دوز إيكواسيون. هون بستعمل الآن موا أيتها. والثالثة بستعمل الآن شو؟ تحت الآن بلس. بعدها ببين اللي بنفس المنطق اللي بين فيه الآن. رح نرجع شوي لتحت ننزل. F A continue هلا on A طلعوا. بدي محيهم لهول. يعني كمان limit على الآن بلس إيجال limit على الآن موان إيجال F A. إذا بتجيبوا limit لورس كي X تنفر A بلس، الآن بلس يعني لورس كي X بلي جران كي A. إذا بترجعوا للسيستم X بلي جران كي A بالأخيرة. الأخيرة اللي هي مين؟ 2x plus 2 plus a plus a في يمكن 2x plus حط محل x a بتصير 2 فوق a plus b، يعني صارت b. هيدا الليميت على a plus. هلا الليميت على a موان هون بدك تختار x plus petit que a. le petit que a كانت بتاني إيكواسيون اللي فيها ال a، اللي فيها لا مش اللي فيها ال a، اللي ما فيها شيء. le petit ليكم بس لكم شغل هون، ممكن تلميذ يفكر انه بياخذ حيالله شيء اصغر من اه. هون اصغر من اه، ما هيدا كمان اصغر من اه اللي فوق، بس انا بدي اياها تكون كثير قريبه للاه. يعني هون بدي اكس بتيجي هون، شايفينها هاي
هاي الثاني بدي خدها. واو. فبياخد مين؟ 2 مون 3 اكس. كومبري؟ يعني صار تحت هيك لو في اكس طن غير ام وان بنعوض محل اكس ام وين ب 2 مون 3. قلت لكم هيدا بده يستعمل مرتين. يعني ليك استعملناه مره على الام وان واستعملناه هون كمان على الدوكس على مون دوكس. لما هو هون الاكس انتر كوا اكوا عندي هي كان انتر مون دو يعني هيدي هي استعملناها مرتين مرة على مواند بلس ومرة على الأموان بس هالمرة بتحط محل إكس آن هون بتصير مواند صار عندكم الليميت على الآن بلس أوكي إقادة الليميت على الأموان اللي هي مواند بتعملوا رزود وبيطلع عندكم الليميت هيك بكون طلع معكم الآر طلع عندكم الليميت كومبري؟ بنكون جاوبنا على السؤال في الأخواني بروكاتوز على السؤال هلا ليكو اوقات ممكن تكون الايكواسيون هيدي فيها ا و بي اون ميم تان يعني اوقات انا ممكن ادخل ال ا والبي بنفس الايكواسيون فهمت شو بدي اقول ساعتها ما تعتل وهم يعني هون اذا طلع عندك مثلا ويت ايجال 1 دو ا بلس 3 بي ما فيك تجيبها تنطر للثاني ايكواسيون بيطلع عندك اوتر ايكواسيون فيها ا و بي وبتحلها عادي سيستم بكره اذا مرقناها شو مره بقول لكم يعني ممكن يطلع عندك هون ايكواسيون فيها ا و بي وهون كمان ايكواسيون فيها ا و بي بتحطهم بشكل سيستم بتحل عادي سيستم سيمتا بتحله بالبرزاية اوكي ماشي هيدي اذا بدي صح اوكي استاذ اوكي كل عوض رجعون لهول الفيش موجود عندكم هيدي اوكي ما رح ابعث لكم شيء انا اليوم اكزرسيس صوريكي حابعث لكم فرد مرة مع اللي حنحلهم وعندكم ديفوار نمرو 13 و14 اوكي استاذ اوكي حدا عنده شو سؤال لما سكر لا يا استاذ أوكي. لا استاذ يعطيك العافية لا العافية استاذ مرسي يعطيك العافية